سنحمن راهين اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي، لازلنا مع نظام ليبات أصدقاءنا الحيوانات. في هذه الفقرة إن شاء الله سنستأنف مع الصفحة رقم 75. طبعا الحال سبق لنا أن عرفنا بأن كانت هناك مشادات بين الأرنب والسلحفات حول السلاطة. طبعا الحال عرفنا بأن السلحفات والأرنب مقبلان على سباق. هذا النص الصغير سيحكي لنا ماذا سيحدث بين الأرنب والسلحفات. عندنا في أول النص جولي أنا أقرأ، ثم سيميدي إل في بو ليزوازو شانت لا كورس كومونس أو سينيال دو لا شات لا تورتي صوت إيكور لو لا بالوي reste dans un coin à regarder le spectacle du chat. Le lapin, lui, reste dans un coin à regarder le spectacle du chat qui chasse la souris. Et dans l'adna, c'est midi. Innao muntasaf annahar. Muntasaf annahar, il s'appelle midi. C'est midi. Innao muntasaf annahar. Il fait beau. Adna il, يعني هو. طبعا الحال في اللغة الفرنسية هاد الضمائر بحال جو بحال تي بحال إيل عادة تنستعملهم في الجمل باش يشيروا لنا لواحد الشخص مثلا أو واحد الشيء تكلمنا عليه في واحد الجملة قبل. هنا بطبعا الحال يالله بدينا الجملة، قلنا سيميدي ثم قلنا إيل، شكون هو؟ يعني خاص يكون تكلمنا على شي واحد وعاد نقولوا عليه إيل. مثلا نقول أحمد فا أليكول، احنا ذكرنا احمد، ثم نقول il a pris tous ses fournitures scolaires، يعني هو اخذ كل ادواته المدرسيه. il a pris، il a pris. اذا طبعا الحال من تنقولوا هو اخذ كل ادواته المدرسيه تنعرفوا شكون هو هاد هو. اذا il a pris tous ses fournitures scolaires، هو اخذ كل ادواته المدرسيه. اذا شكون هو؟ هو احمد، حيث سبق لنا ذكرناه. هنا عندنا إيل فيبو، إيل فيبو، شكون هو هاد إيل؟ من هو هاد إيل؟ من هو هاد هو المذكور هنا؟ طبعا الحال في اللغة الفرنسية هاد إيل تأتي كثيرا في عدة عبارات للدلالة على الجو. إذا نقول إيل فيبو يعني هو يفعل جميلا، المقصود بأن الجو جميل. ونستعمل لو فيغ فيغ يعني ترجمة طبعا الحال أكيد لن تنفع هنا. إذا طبعا الحال il fait beau هو يجعل جميلا، هو يفعل جميلا. طبعا الحال le verbe faire هو جعل، عمل، فعل، هذا هو المعنى ديال le verbe faire. ولكن ممكن أنه يأتي في عبارات مثل هذه مثلا للدلالة على معنى مغاير تماما. إذا نقول il fait beau يعني أن الجو جميل. نقول مثلا il fait chaud، il fait chaud يعني أن الجو حار. أو مثلا نقول il pleut يعني هو يمطر، المقصود بأن الجو يمطر، المقصود أن الجو يمطر. إذن il fait beau يعني أن الجو جميل، تقال هكذا بهذه العبارة، بهذه العبارة les oiseaux chantent، les oiseaux chantent comme nous le voyons sur l'image. Voilà on a des oiseaux sur l'arbre qui chantent، عندنا طيور فوق الشجرة تغني. عندنا لو فيرب شونتي، لو فيرب شونتي يعني غنى. إذا لي زوازو شونت، إذا الطيور تغني. إذا لا كورس كومونس، لا كورس كومونس، السباق بدأ. إذا الآن السباق سيبدأ بين الأرنب والسلحفات. أو سينيال دو لا شات، أو سينيال دو لا شات، عند إشارة القطة. regardez sur l'image qu'est-ce que vous voyez، انظروا على الصورة ماذا ترون. regardez la chatte، regardez la chatte que fait-elle، elle fait tri tri. regardez ici la chatte fait tri tri، elle siffle، elle siffle، هي تصفر. que fait la chatte،
ماذا تفعل القطة؟ كوفيتيل. لا شات دون لو سينيال. إذن سنقول لا شات دون لو سينيال، القطة تعطي الإشارة. إذن ممكن أننا نجيب لا شات دون لو سينيال، يعني أن القطة تعطي الإشارة، تعطي إشارة الانطلاق. إذن هذه الإشارة نسميها لو سينيال. إذن طبعا الحال ملي غنتكلموا على القطة نقول ماذا؟ أو سينيال دو لا شات، عند إشارة القطة. أو سينيال دو لا شات، إذن عند إشارة القطة. هنا عندنا في الجملة أو سينيال دو لا شات، المقصود بها عند إشارة القطة، المقصود ملي القطة تعطي الإشارة. أو سينيال دو لا شات، عند إشارة القطة ماذا سيحدث؟ لا توغتي صوت. إذن ماذا سيحدث عند إشارة القطة؟ لا توغتي صوت، أكوه السلحفات، تنط وتجري السلحفات، تنط وتجري. لا توغتي صوت أكوه، عدنا لو فيرب صوتي أو عدنا لو فيرب كوغير، يعني فعل جرى. ومنها تأتي كلمة لا كورس، لا كورس يعني سباق. إذن لو لابا لوي غاست دون زان كوان أغوغاردي لو سبيكتاكل دي شا كي شاس لا سوري. إذن لو لابا الأرنب، لوي الأرنب كما لو نقول هو، ولكن هاد لوي هنا المقصود بها من جهته، الأرنب من جهته، يعني أن الأرنب من جهته شنو وقع له؟ غاست دون زانكوا، غاست دون زانكوا، يعني أنه باقية، عندنا لو فيرب غاست يعني باقية، غاست دون زانكوا، يعني أنه باقية في زاوية، حنا تنقولوا بقى في واحد القنت، يسمى كوا، لولا بالوي غاست دون زانكوا، الأرنب من جهته باقية في زاوية، أو في جهة، أو في منطقة، أو باقية في مكان. إذن غاست دون زانكوا أغوغاردي، يعني أنه بقي في هذا المكان لينظر، لينظر أغوغاردي، لينظر ماذا؟ لو سبيكتاكل، لينظر المشهد، مشهد ماذا؟ لو سبيكتاكل دي شا كي شاس لا سوري، لينظر مشهد القط الذي يصيد الفأرة. إذن طبعا الحال هنا ما تنتكلموش على لاشات، هنا بطبيعة الحال لا نتكلم عن القطة التي أعطت الإشارة، هنا ما تنتكلموش على القطة اللي أعطت الإشارة اللي صفرات باش يبدأ السباق، بل نتكلم عن القط. ici on ne parle pas de la chatte qui a donné le signal pour que la course commence. ici on ne parle pas de la chatte qui a donné le signal pour que la course commence. Mais on parle du chat qui chasse la souris. إذن هنا نتكلم عن القط وليس عن القطة. هناك قط آخر سيتبع الفأرة ليصطادها. إذن on parle ici du chat qui essaie de chasser la souris. إذن نتكلم عن القط الذي يحاول اصطياد الفأرة. إذن le lapin lui reste dans un coin à regarder le spectacle du chat qui chasse la souris. إذن à suivre لي المتابع، يعني أن القصة لم تنتهي بعد. إذن هنا فهمنا النص. إذن باش يكون هذا الشرح عد فائدة، إذن خاصنا نقرأ النص ونفهموه مباشرة بدون ترجمة، بمجرد نسمعوا الجملة نفهموها مباشرة بدون ما نبقاو نترجمو. إذن هذا هو اللي خاصنا نعملوه، خاصنا نردو هذا النص يعني مباشرة بدون ما نبقاو نترجمو، بدون ما نبقاو نشرحو الكلمات إلى آخره، نفهمو العبارات بالشكل اللي تتعنيه باش تكون عندنا واحد الفائدة في هذا الشرح. إذن نعيد بدون ترجمة. جولي سيميدي، إل فيبو،
Les oiseaux chantent. La course commence. Au signal de la chatte. La tortue saute et court. Au signal de la chatte. La tortue saute et court. Le lapin, lui, reste dans un coin à regarder le spectacle du chat qui chasse la souris. À suivre. إذا نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.